أنا اسمي بشير أبا زيد، عمري 26 سنة، وأني بعتبر حالي ثائر مثلي مثل بقية السوريين اللي بيكرهوا النظام، المعارضين للنظام. ولكن أني بتميز أني مثلا اعتقلت بداية الأحداث، وأني من مجموعة هالشباب 24 شخص اللي يعني يطلق عليهم أطفال الحرية. لما أقارن أطفال الحرية فورا يجي بالي شرارة الثورة، يعني هن الثنتين مرتبطات ببعض تماما. أطفال الحرية هم مجموعة من شباب منطقة درعا البلد. بشهر شباط 2011 النظام السوري وجه لهم تهمة باطلة انهم هم كتبوا على حيطان المدرسة كتابات سياسية مناهضة للنظام. وتم اعتقالهم على خلفية هاي التهمة، وانا واحد منهم طبعا. لما صار يجي الامن ويعتقل هالشباب ويعتقل الاطفال، فهذا يعني صار عند الاهالي ردة فعل يعني غاضبة، فوجدوا افضل طريقة انه هي التظاهر، وطلعوا مظاهرات، وكانت هي شرارة الثورة السورية، يعني الشرارة الحقيقية للثورة السورية. درعا البلد، الجمعة 18/3/2011، يوم عظيم، أول يوم بالثورة السورية. في تلك الفترة كنت بالعاصمة دمشق فرع فلسطين، كنت بحالة نفسية سيئة جدا، فاقد للأمل من كل شيء. ولكن بدرعا البلد كان الوضع على العكس تماما، كانت أيام تفاؤل للجميع، ناس عم تعبر عن مطالب، وعلى رأس المطالب الإفراج عن الشباب أنا وأصدقائي. بعد يومين من المظاهرات تم إطلاق سراحنا، وبعد ذلك استمرت الثورة ودخلت فيها بدون تردد. تعذيب وضرب وإهانات، ونحن كنا صغار بالعمر، فانجبرنا نعترف، اعترفنا للأمن انه نحن اللي كتبنا هاي الكتابات، وحقيقة نحن ما لنا اي علاقة بهاي الكتابات. سوريا حرية وبس، الله سوريا حرية وبس. وظنينا انه نحن لما نحكي نحن اللي كتبنا على الحيط فعلا، فهذا الشيء راح يشجع الشارع السوري بالمظاهرات والتظاهر وبداية الثورة. نحن سواء كتبنا او سواء ما كتبنا تم اعتقالنا وتم تعذيبنا، ويعني وهذا الامر حقيقي واقع، ما حدا بعرف. انا سعيت وراء هالامر بقوه، يعني سالت بقوه، يعني ما قدرت اوصل. طعمي من البسكوتك، حرام جوعان. يلا اكل يا عصفور. ايه عم ياكل. أنا هون بسامسون بعمل بالإنشاءات. بالنسبة لبنتي مثلا وأولادي، يعني أنا بالمستقبل أهم شيء أنه لازم الجيل بشكل عام نوعيه. مثلا يعني راح أحكي لهم أكيد عن قصتي، عن كيف كان الحرب يصير بسوريا، بعيش كل يوم بيومه، ودائما فكري مشغول بسوريا وبأهلنا بسوريا. أما بالنسبة لي شخصيا يعني كمستقبل قريب، يعني حتى بالنسبة يعني لكثير شغلات يعني هي بتكون بسيطة، ولكن أنا ما بفكر فيها. يعني حتى شلون بدي أفكر أني بشغلة كبيرة مثلا بمشروع كبير أفوت فيه بهالأمور هاي، حقيقة ما بفكر فيها.